ضربة قاضية بكل المقاييس. زيارة تاريخية لمشير العرب والقائد الأعلى للأمة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا في توقيت حساس جدا، ولقاء أردوغان بالتزامن مع رصد مخابرات مصر، خطر كبير بحدود مصر بمنطقة فيلادلفيا، مع خطر تاني من جانب إثيوبيا، وكشف كماشة مؤامرة إسرائيلية إثيوبية ضد القاهرة في القرن الإفريقي. إيه اللي ممكن يقدمه أردوغان للسيسي في الملفين دول؟ وفي المقابل مصر هتقدم ايه لتركيا؟ ايه علاقة الصفقة دي بحدود مصر وسد النهضة؟ هل تستطيع تركيا التأثير على اثيوبيا في الصومال؟ هل يظهر الجيش التركي الى جانب جيش مصر بالحدود المتاخمة لتل ابيب؟ حال الصدام مع مصر؟ كواليس خطيرة في الزيارة الاهم للرئيس السيسي لدولة تركيا، تفاصيل التحالف المصري التركي اللي هيغير الموازين الدولية في القرن الافريقي وكمان في ليبيا وسوريا، وحط تحت ليبيا 100 خط. حلقة هادئة للمحترفين فقط. العدو راهن على الخلافات الإقليمية لتطويق مصر، ودي كانت الأجندة اللي اتحطت قدام الإدارة الأمريكية الجديدة في يناير 2021، إدارة جو بايدن. مصر قامت بضربة استباقية اسمها تصفير الأزمات أو صفر أزمات للشرق الأوسط. الخلاف العربي الخليجي بين قطر والرباعي العربي، الخلاف العربي التركي، وحتى الخلاف العربي الإيراني، وانطلقت سلسلة من المصالحات كانت في الأساس فكرة وهدف مصري، حتى لو غابت مصر عن بعض فصولها. غلق ملف الخلافات بين مصر وتركيا، يعني توحيد المواقف بين القاهرة وأنقرة في شرق المتوسط والقرن الإفريقي والبحر الأحمر وليبيا وحتى سوريا، ده إنجاز رهيب للدولتين، خصوصا لما تبقى الرؤية المصرية هي السائدة في الملفات دي. احنا ما رحناش لأنقرة واحنا مهزومين في أي ملف من دول. في شرق المتوسط أنا اللي حليف مع أوبروس واليونان ومعايا منتدى غاز المتوسط. في سوريا كانت مصر هي صاحبة فكرة إعادة دمج النظام السوري في محيطه العربي، ورفض فكرة إسقاط الدولة الوطنية مقابل تسليم سوريا للدواعش أو الإخوان أو تحويلها إلى ولاية تركية. في القرن الإفريقي مصر موجودة على الأرض النهاردة بقوة عسكرية، مش قاعدة ولا كان باخرة حربية على الشط، ولكن لينا تواجد رسمي وشرعي على الأرض، وكمان مرحب به حكوميا وشعبيا. خد بالك، عبقرية مصر إنها فاهمة كويس أهمية تركيا للإقليم، وإنه مستحيل طرف يقضي على الطرف الثاني حتى لو الطرف الثاني سمع للعدو أو الشيطان لفترة من الفترات. بمعنى إيه؟ يعني وإحنا بنرسم الحدود البحرية مع أوبروس واليونان راعينا الحقوق التركية، وفي شرق المتوسط ما سمحناش لدولة من حلفائنا بالتطاول على تركيا، سياسة شريفة بتراعي إنه الأنظمة ممكن تسقط أو حتى المصالح تتصالح، ولكن حق الشعوب ثابت وما ينفعش نضيعه علشان نظام بيحكم الشعب ده ونسي حقائق التاريخ لفترة من الزمن قبل ما يستفيق من أجنداته غير الواقعية. وده ظهر لما بدأت عملية طوفان الأقصى. للمرة الأولى منذ تولي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السلطة في أنقرة تبقى المواقف المصرية التركية متطابقة بنسبة 100%، والتنسيق بين القاهرة وأنقرة خط مفتوح 24 ساعة. مش كده وبس، ده زيارة أردوغان التاريخية للقاهرة وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي التاريخية لأنقرة جرت أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة. القاهرة وأنقرة لم تسمح للأحداث دي إنها تؤثر على القرار الوطني بتحسين العلاقات وإنهاء الخلافات وتبقى رسالة علنية لأمريكا وإسرائيل في التوقيت ده. الأزمة الاقتصادية العالمية حاضرة في ملف العلاقات المصرية التركية، وإنه خسائر مصر وتركيا من الأزمة دي ممكن تتعوض بالتعاون مع بعض وبزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من 7 مليار دولار ل 15 مليار دولار زي ما هو مخطط بين البلدين، وده تم بعقد صفقة اقتصادية كبرى عبارة عن أكتر من 20 اتفاق هيغير الوضع الاقتصادي في البلدين. لما مصر وتركيا يحطوا ايديهم في ايد بعض في القرن الافريقي، ده بيعتبر اعلان فشل لكل تحركات اثيوبيا المدعومة من اسرائيل في المنطقة دي. اديس ابابا بتكليف من تل ابيب كانت بتسعى لصناعة كماشة صهيونية حبشية لمصر في القرن الافريقي، ولكن تركيا رفضت الانخراط في الكماشة دي وقررت وضع كل نفوذها في الصومال خلف مصر. وهناك حديث وتسريبات عن أن هناك اتفاقيات عسكرية جرت بين مصر وتركيا خلال زيارة الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي لتركيا. وعايزين نعرف إيه هو نفوذ تركيا في الصومال. تركيا في سنوات 2011 و13 استغلت الفوضى في مصر وحصلت على اتفاق لقاعدة عسكرية دائمة في مقديشيو عاصمة الصومال. القاعدة بتضم 3 كليات حربية لتدريب الجيش الصومالي، ده غير القاعدة العسكرية التركية في دولة جيبوتي المجاورة لإثيوبيا. تركيا مش من مصلحتها إنه إسرائيل أو إثيوبيا تزاحم النفوذ ده في الصومال، وإنه الاحتلال الإثيوبي للصومال يرجع تاني وفجأة تبقى القاعدة التركية في عاصمة الصومال متحصرة بالجيش الحبشي وتبدأ الحوادث والهرجلة اللي بتحصل في الحروب الإفريقية. أردوغان ما اكتفاش بكده، ولكن أصدر بيان أثناء وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي في أنقرة بيرفض فيه ادعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخصوص ممر صلاح الدين أو ممر فيلادلفيا. أهمية البيان ده إنه جيب التزامن مع بيانات
بتحمل المعنى نفسه من السعودية والإمارات وقطر والأردن والسلطة الفلسطينية. العالم العربي والإسلامي بيتوحد خلف مصر في القضية الفلسطينية، والزعامة المصرية للمنطقة بتعود من بوابة القضية المركزية الأهم للعرب والمسلمين، وده بمباركة عربية وخليجية وقطرية واضحة وحتى تركية. بعد ما العدو قبل الصديق فهم حجم المتاجرة الإيرانية بالقضية واللي دمرها ودمر فصائل المقاومة والشعب الفلسطيني، وفي الآخر بنشوف فصيل فلسطيني بأوامر إيرانية بحتة بينسحب من ممر فيلادلفيا والجانب الفلسطيني من معبر رفح، وبيسلموا للاحتلال بدون مقاومة علشان يحرج مصر وبس ويهدد أمنها القومي. ولما دور الفصيل ده انتهى، قامت إسرائيل مصطادة كبيره في قلب العاصمة الإيرانية طهران، وتمخض الجبل الفارسي وولد فأرا، وبقينا كل ليلة بنسمع نواح الفرس وهم بيقولوا لك الرد هيبقى الليلة دي وتعدي الأيام ولا في صد ولا رد، والعالم فهم ان الوكيل الإيراني باع وقبض الثمن. التحرك المصري التركي المشترك الفترة اللي جاية هيبقى لصالح استقرار ليبيا كمان، اللي دوائر المؤامرة حاولت تفجره في وش مصر لمعاقبة القاهرة على رفضها توطين الفلسطينيين وتهجيرهم من قطاع غزة لشبه جزيرة سيناء وإنهاء القضية الفلسطينية للأبد. التفاهم المصري التركي انه ليبيا تذهب فورا لانتخابات برلمانية ورئاسية، والشعب الليبي يقول كلمته مقابل ان مصر وتركيا يلعبوا دورهم الاقليمي في حماية كلمة وقرار الشعب الليبي. من ناحية تانية كمان، تركيا طلبت من مصر التوسط للصين والهند وروسيا من اجل الانضمام للبريكس ودعم ملف انضمامها باعتبار مصر عضو اساسي في البريكس. النظام التركي فاهم كويس انه الاتحاد الاوروبي بيخدعه من سنين بسياسة العصا والجزرة، وان اوروبا مش هتستقبل تركيا ابدا في الاتحاد الاوروبي لاسباب تاريخية. النظام التركي كمان طلب من القاهرة التوسط لدى سوريا علشان يتم غلق ملف الخلافات بين انقرة ودمشق. الرئيس التركي اردوغان سعى لتحسين العلاقات مع مصر وسوريا والعرب علشان يصفر ازمات نظامه اقليميا، يعني بيطبق النظرية المصرية، وده لأن الانتخابات المحلية التركية الأخيرة حزب العدالة والتنمية التركي خسر الانتخابات قدام حزب الشعب الجمهوري الأتاتورك. المفاجأة كمان ما كانتش أن حزب أردوغان خسر الانتخابات لصالح حزب الشعب الأتاتورك، ولكن جه في المرتبة الثالثة حزب الرفاه من جديد. رئيس الحزب ده هو فاتح أربكان ابن نجم الدين أربكان، تاني رئيس وزراء إسلامي في تاريخ تركيا بعد عدنان مندريس. نجم الدين أربكان هو أستاذ رجب طيب أردوغان قبل ما رجب ينقلب عليه. حزب الرفاه من جديد سحب من شعبية أردوغان وحزبه جامد، وواضح أن فكرة اختفاء الإسلامويين من الساحة التركية بقى أمر مستحيل. هيروح أردوغان وحييجي فاتح أربكان واللعبة مستمر. طيب إيه الفرق بين أربكان وأردوغان؟ أربكان الأب والابن مع التوجه إلى العالم الإسلامي والعربي أكتر. وعلى فكرة وقت ما كان نجم الدين أربكان رئيساً لوزراء تركيا في التسعينيات هو اللي سعى للتقرب مع مصر، رغم ان التنظيم الدولي للاخوان حاول يصنع وقيعه بينه وبين القاهره. تركيا في الفتره دي ممكن تروح لانتخابات برلمانيه ورئاسيه مبكره. حزب الشعب انتخب رئيس جديد هو أوزجور أوزيل، ولكنه مش هيترشح للانتخابات. الاتاتوركيين قرروا يرشحوا رئيس بلديه اسطنبول اكرم امام اوغلو للرئاسه. اوغلو متحالف مع اربكان، وحاليا في مفاوضات بين ثلاث احزاب خرجت من الحزب بتاع اردوغان علشان تتحالف في حزب واحد، وكل ده خلف الرئيس عبد الله جول المؤسس الحقيقي لحزب أردوغان واللي كان بيحتل مكانة أعلى من أردوغان خلف صفوف الإسلامويين الأتراك قبل إزاحته. الأحزاب الثلاثة اللي اتكلمنا عنها كتير هما الديمقراطية والتقدم برئاسة علي باباجان، والمستقبل برئاسة أحمد داود أوغلو، والسعادة برئاسة تمال كارمول أوغلو. وسط كل المصالح الإقليمية الكبيرة المشتركة دي مش هتلاقي كلمة عن المطاريد الإخوان اللي كانوا مجرد كروت ويتحرقوا وانطردوا من أنقرة واسطنبول، وكل اللي راهن على الخارج في سلطة أو حكم أو أنه يرجع لمصر عارف أنه خسران. محدش بيحترم الخونة، والعملاء ممكن يستخدموهم لفترة، بس حتى لما استخدموهم خسروا وما حققوش أي تارجت أو هدف من استخدامهم، علشان كده تم ترحيلهم برا تركيا وكنس شوارع أنقرة واسطنبول من عارهم. خسر تنظيم الإخوان في كل جولاته ضد المصريين من 30 يونيو 2013 للنهاردة، علشان كده الصانع الحقيقي للإسلامويين ألا وهو بريطانيا بقى المأوي الوحيد والأخير للمطاريد، فلا عجب أن نرى تجمعهم في لندنستان بالشكل المكثف ده. حفظ الله مصر من كل سوء وجعلها كما تستحق أمة عظمى بين الأمم.